هل ما زال الفن السابع بخير؟ كيف تنظر إلى المشهد الحالي للفن السابع والسينما في الوطن العربي؟ السينما هي بخير يعني، وإن تكن تمر بمراحل منذ بدايتها في تسعينيات القرن الماضي، منذ بدايتها وهي في منحنى يعني صعود وهبوط، ولكن السينما كفن بتتأثر بالصناعة طول الوقت وبالتجارة وبالفكر في نفس الوقت. فالصناعة كل ما بيحصل فيها تطور كل ما بيحصل تحول في الأدوات السينمائي، يحصل تحول في الرؤية الإبداعية. لأن مثلا لنا أن نتخيل الفيلم الأول مثلا أما الإخوان لوميير في باريس بيصوروا بكاميرا بتدور باليد وعدد من الكادرات واللقطات بسيطة وصغيرة الحجم، بسيطة، خروج قطار، دخول قطار، خروج عمال من مصنع. هنا 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 ميلاد حقيقي للسينما. السينما في البلاد أصحاب الحضارات زي العراق وزي مصر، أنا أعتقد أن السينما موجودة من آلاف السنين، لأن محاولات الفنان القديم يعني في مصر مثلا أما تزور المقابر الفرعونية أو المعابد الجداريات كلها أغلبها مرسوم فيها حكي قصص. وفي مقبرة اسمها ميري روكا دي موجودة طبعا في سقارة، منطقة سقارة، المقبرة دي عليها لوحة تمثل حدوتة إن في فلاح ما لم يؤدي الضرائب اللي عليه وفي قاضي بيحكمه فبيقول له قرب عشان تقول لي مش عارف ايه، الحوار مكتوب. فالفنان يعمل ايه؟ ابتدى يعمل تحليل للحركة، يعني الفلاح ده ابتدى يعمل ايده كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين، وبيترسم لحد ما وصل الى منصة القضاء.